بشكل كبير ان احنا ننهي هذا المسؤول. الاصل في الموضوع كمان مش تنميه بس، الاصل في الموضوع ان هم يعيشوا في سلام وامان بين عرب وهوار بين كل الاطراف. احنا مش بنفرق، الازمه الاخيره موجودين مع كل الاطراف، في اللي جاي برضو موجودين مع كل الاطراف، عرب هواره حتى اطباق، كله بالنسبه لنا اهالينا وناسنا، مفيش فيهم تفريق ولا فيهم فضار. احنا نسمع ان اذني المبادره دي بشكل دقيق، ان احنا بنقول كفايه كده، حنضرب ابو حزام خصومات، بنحتاج ان احنا نوقف وقفه جاده، وقفه حقيقيه، ان هم النهارده هم هيكونوا معانا في الطب اللي جاي، هنشكل لجان مصالحه عرفيه هتكون هي الضامن لهذا الصوت. النهارده كل العائلات اللي بنلف عليها سواء عرب سواء هواره، بحيث ننهي هذه الخصومات بشكل كبير، ونكون على قدر ان يحصل امن وامان في هذه البلد. الاصل في الموضوع ان احنا بنعمل تنميه بشريه مع التنميه اللي هتحدثها الدوله ان شاء الله. احنا خطبنا كل الوزارات وكل المحافظ وكل الجهات المعنيه عشان خدمات، لكن كمان عشان نعمل خدمات والناس تتردد عليها وتبقى امنه، لازم انهي على الارض الخصومات. خالص اول حد خصومات ليها دخل كل الناس في الامن، دايما بوجود الامن والامن بايه؟ بالامن الاجتماعي. الامن هو الاصل في الموضوع، الامن الاجتماعي، ان المجتمعات دي تبقى امنه. بقيت امنه خلاص الامور هتمشي على خير، هو هيهتم بعد كده بدل ما النهارده وامبارح والايام اللي فاتت بيهتم ان هو في الخصومه دي، وخلي بالك اطلع من هنا، وخلي بالك فلان قاعد هنا، لا، هيبقى مهتم بولده، هيودي مدرسه، هيودي مركز شباب، هيبقى الدنيا هديت، يهتم بزرعه، يشوف الدنيا بتاعته. مبادرة ان شاء الله، هي مبادره طرحناها، مبادره طرحناها عشان خاطر تلاقي صدى على الارض مع ناسنا هنا، على ان يتم وقت الفتنه، وزي ما قلنا كده محتاجه عزم رجال واراده اجيال. الاجيال دي هي ان شاء الله بارادتها اللي بيدفعنا ان احنا نقود هذه المبادره، وعزم الرجال اللي هم هيكونوا واقفين، لان زي ما قلنا لهم كده، وانت كنت حاضر معانا، ان انا ابني عماره ممكن اقعد فيها شهر، لكن انا هد العماره مش محتاج غير 10 دقائق وتبقى كوم تراب. فالقابليه اللي لقيناها مع ناسنا هنا في حمر الروم ابو حزام مدينا المساحه، الثقه اللي بيننا ما بينهم مدينا المساحه، واحنا متواجدين معاهم بشكل مستمر الايام اللي جايه باذن الله، وزي ما قلنا هنكمل من عيله لعيله، واحنا مكملين معاهم باذن الله في هذا.